صح؟ تبي احسن ده راس خيخنا ثم كتعرف دابا العالم القروي يعني الانشطه اللي غادي يديرها الاستاذ في العالم القروي قليله بزاف. مثلا انا شخصيا كنخدم من الاثنين حتى السبت، يعني راه يعني كاين عندي ما ندير في الايام، ولكن كيبقى لي يوم الاحد واحد اليوم اللي شاغر ما شنو غادي ندير فيه، يعني ما كاين ما يدار. وداك الشيء علاش يوم السبت كنتلاقى مع واحد الاستاذ اللي هو ايضا استاذ ديال الفلسفه بنفس الثانويه، كنسولو كنقول ليه واش ما كايناش هنا في تنفيذ يعني شي مقهى اللي نقولوا بحال شي مقهى ثقافي مثلا اللي يقدر الانسان يكتب فيه، يقدر يدير فيه شي حاجه، مثلا شي مقالات اللي كتعلق بالدكتوراه، خاصه انني انا كنكتب في المجال ديال الروايه. وكان الجواب ديالو واضح، كيقول لي بانه راه القهوي هنا ما كيصلحوش ان الانسان يجلس يقرا فيهم وعامرين وهذا. وبالتالي كيبقى عندي الحل هو انني نخرج لواحد المتنفس اللي هو محيط بتنفيذ، يعني بالبلاصه اللي انا خدام فيها. وبالتالي نهار يوم الاحد كنقول للزوجه ديالي مع ال 12 اللي راه انا غادي نخرج، وهزيت بالضبط معايا ستيلو وورق فاش غادي نكتب واحد الشكيكيره صغيره، ومشيت خرجت يعني في الهوامش ديال تنفيذ. قالت لي مع شطرجع، قلت لها الا كثرت كاع 4:30 ل 5 انا غادي نكون في الدار. وفعلا فاش مشيت كنجلس كنقرا شويه كنكتب شويه، لقيت راسي قدام هذاك الجبل ديال جبل المعسكر، كنشوف الساعه راه مازال الحال. قلت راه نحاول ندير واحد تجربه انني نطلع مع هذا الجبل ديال المعسكر. وفعلا طلعت يعني وصلت، قول راه القمه علاش وصلت. وفي الاخر كنشوف الساعه وصلت الخمسة ديال العشيه، يعني ما بقى والو للمغيب الشمس. قلت نهبط في حالي نرجع، ملي غادي نرجع مع كامل الاسف كتزلق ليا واحد الرجل، يعني في اثناء الهبوط ديالي فاش غادي ننزل كتزلق ليا واحد الرجل، كنبقى غادي كنتدحرج يعني كنتكركب هكا على وجهي، والدم هابط ليا من راسي. حتى واحد اللحظه كنشوف داك العمى الابيض، يعني الرؤيه مغبشه ما كاينش وضوح، ما بقاتش الرؤيه. قلت صافي هذه هي الموت، يعني حتى الوعي غاب ما بقاش. كنتفاجأ كنلقى راسي الاعضاء ديالي اللي يعني الاطراف ديالي ما كنقدرش نحركهم، يعني شنو حل؟ ما كاينش عندي حل هو انني نعس في نفس المكان في البلاصه اللي كاين فيها هذاك الجليد. وفعلا توست هذاك الجليد حتى الصباح. في الصباح يعني فاش كتطلع الشمس، واخا انني بعدا نعس في واحد الليله قارسه جدا وشديده البروده، جلست في هذيك البلاصه اشنو كنتظر؟ كنتظر هليكوبتر. صراحه كنقول منين بقيت انا حي هيليكوبتر هي اللي غتقدر تنقذني، تجي تهزني من هاد البلاصه اللي هي تقريبا منتصف الجبل. وحنا كتحتو على الجبل اللي فيه اكثر من 3000 متر، وهذا في المنتصف ديالو. واخا انني نغوت في التحت راه ما غاديش يسمعوني الناس. بقيت جالس تما ما جاتش، يعني داك الامل اللي كان عندي ان هيليكوبتر غادي تنقذني ما كانتش. وبالتالي واش غادي نستسلم للموت؟ قلت لا، ما يمكنش غادي نستسلم للموت. اذا شنو غادي ندير؟ ارى ننقذ راسي براسي ونبدا عمليه الزحف على الاطراف. وبديت هكا غادي كنزحف على فخاضي، يعني كنحبو غادي دقه دقه. بديت هذيك العمليه ديال الزحف تقريبا من 8:30 ديال الصباح، غادي نوصل للسفح ديال الجبل تحديدا مع المغيب ديال الشمس، يعني مع المغرب الشمس ما بقاتش، طح الليل. انا عييت بزاف، وصلت لهذيك المرحله اللي ما بقيتش كنشوف والو، يعني راه صافي طح الليل، يعني خاصني غير الناس. ولكن وصلت الفخاد ديالي يعني تجردوا بزاف بحكم انني جاي وكنجرهم مع الجبل ومع الحجر ومع الجليد. وصافي تكيت تمايا وقلت راه الا بغاني الله تعالى راه غادي يسخر لي شي واحد اللي غادي يعتقني هذه الليله. علاش؟ لانني كنت خايف بكل صدق من تجمد الاطراف ديالي، لان حسيت بالرجلين ديالي بالقدمين تقالوا عليا بزاف، كنحس بهم تجمدوا بزاف، وخفت انه يوقع لي شي تيبس فيهم، شي انهم يبقاوش يتحركوا ولا شي حاجه. وبفضل الله تعالى سخر لي الله هذوك الجوج ديال الناس اللي هما عبد العزيز العلو وعبد العزيز الناصري، هما اللي لقاوني تقريبا في الرابعه صباحا. في الرابعه صباحا وشعلوا لي العافيه حدا رجليا، واول حاجه يعني فسولوني قال لي شنو بغيتي؟ قلت لهم بغيت الماء، كنت محتاج للماء بزاف.
خفت من هذاك الجفاف ديال الكلي، خفت من، كان في واحد العطش شديد جدا، وعتقوني بالماء مساك الله يجزيهم بخير، وهزوني وداوني يعني خلاو يعني بقاو تما حتى جات الوقايه المدنيه. وبالتالي انا كنشكرهم هما بجوج، ومن خلالهم كنشكر هذاك الدور الجبار اللي قامت به الوقايه المدنيه والقوات المساعده والدرك الملكي والسلطه المحليه ديال جماعه تنفيت، والمدير الاقليمي اللي حضر حتى هو، والسيد عامل اقليم ميدلت مدير المؤسسه، الساده الاساتذه معايا في ثانويه عبد المؤمن التعليه اللي تضامنوا معايا بواحد الشكل كبير جدا، يعني ما غاديش ننساه لهم، والتلاميذ والساكنه كلها وقفت معايا، وكنشكرهم جزيل الشكر على هذا التضامن اللي تضامنوا معايا. في الحقيقه انا كان عزيز عليا الهوايه ديال تسلق الجبال، وتسلقت الجبل ديال توبقال، ولكن دابا صراحه غادي ندير واحد القطيعه مع هاد الهوايه، لان هاد الهوايه كتحتاج من غير انها كتحتاج معدات، كتحتاج واحد اللوحات بعدا ارشاديه. خاصنا كل جبل يكون واحد المرتفع ديالو فوق 2000 متر، كنحطو حدا واحد اللوحه ارشاديه، وكان نوريو للناس يعني واحد الارشادات، منين يدوزو منين يطلعو، باش السياح حتى هما يعرفوا، والناس اللي عندهم شي حساسيه، عندهم شي ضيقه، عندهم شي حاجه، كنقول لهم بانهم ما يطلعوش الى غير ذلك، واشنا هي الحلول الى قدر الله وقع شي واحد شي مشكل تما، واش غادي تعتقوا شي مروحيه ولا هذا الامر ما كاينش. يعني السياحه الجبليه في المغرب كتبان ليا صراحه مازالت كتعاني من واحد النقص كبير بزاف، وبالتالي انا غادي نتخلى عليها يعني كهوايه شخصيه، ما غاديش نبقى نديرها. وكنقول للناس اللي عزيز عليهم هذه الهوايه، راه في كثير من الجبال المغربيه راه الهوايه، يعني هذه الهوايه فيهم كتكون مجرد مغامره فقط، مجرد مغامره وخطوره على الحياه الانسانيه. يوم الثلاثاء الماضي استقبلت مصلحه المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني هنايا بفاس المريض الاستاذ عبد الوافي الفاضمي، دونك ومن بعد اجراء الفحوصات اللازمه من اكزامان كلينيك ليزيكزامان راديولوجيك بودي سكانير من اجل تشخيص الحاله ديالو، تبين على انه كيعاني مجموعه من الكسور على مستوى اليد وعلى مستوى الحوض، بالاضافه لمجموعه من الكدمات والحروق سيغتو على مستوى الوجه وعلى مستوى اليدين وعلى مستوى الاطراف السفليه. الشيء اللي خلانا كاطباء ديال الجراحه بمصلحه جراحه العظام والمفاصل الالف اننا نتدخلوا جراحيا من اجل الكسر اللي عنده في اليد ديالو. الحمد لله العمليه كللت بالنجاح، وحاليا المريض كيرقد بالمصلحه ديالنا، الحاله ديالو كتحسن تدريجيا، حاله جد مستقره وكيتمثل الشفاء التدريجي، والحمد لله نعاودوا نبقاو نشوفوه في لي كونترول باش نشوفوا ليفولوسيون ديال الحاله ديالو، وكنتمنوا الشفاء العاجل للاستاذ ديالنا. ان شاء الله وتخرج قلب شيء بزاف ان شاء الله.